وانتهز الفرصه اللي سمحتي والاخوان والاخوات باش نتكلم على بعض الامور اللي تثارت في اسئلتكم. اولا مرتبطه بالقضيه الاسعار، عندنا اسعار مدعمه اللي تتخضع لنظام المقصه وهي معروفه، هي الدقيق المدعم والسكر وغاز البوتان. هذه الأثمان لن تعرف أي تغيير في المستقبل ولا في الحاضر، لأن الأثمان تاعها محددة، وصندوق المقاصة يتدخل لتعويض الفارق بين هذه الأثمان وبين أثمان السوق الدولية. دونك في هذا الموضوع ما فيه أي حرج. والسيدة الوزيرة ذكرت بأنه حسب التوقعات اللي عملنا باش نوجدوا قانون المالية قد تتغير هذه التوقعات أكيد، سواء للانخفاض أو للارتفاع. هذه التوقعات أرها رفعات من الاعتمادات المقاصة باش تبلغ 17 مليار درهم سنة 2022. المسألة الثانية المرتبطة بالأسعار والتي تدخل في نطاق اشتغال وزارة الاقتصاد والمالية هي اللجنة البين وزارية المكلفة بالأسعار، تشتغل بصورة منتظمة منذ أسابيع، ولكن ستكثف أشغالها لتجاوز هذه الظرفية. نعتبر أن الظرفية نتاع تقلبات الأسعار أو تقلبات الأسعار التي نعرفوها سواء وطنيا أو دوليا هي مسألة ظرفية محدودة في الزمن، ونتاجيتا بطبيعة الحال لمجموعة من العوامل اللي تحدث عليها السادة الوزراء، ولكن لأساسي ومهم هو أنه الوزراء السادة الوزراء والحكومة ستشتغل للحفاظ على شيء مهم اسمه القدرة الشرائية للمواطنين، سواء من خلال اللجنة تاع البين وزارية تاع الأسعار لمحاربة كل الهوامش الغير المبررة في تحديد الأسعار، أو لاتخاذ كل الإجراءات الضرورية كيف تحدثت السيدة الوزيرة. هذه 15 يوم الحكومة قررت أنها توقف الرسوم تاع الاستيراد على القمح، بل أكثر من ذلك ستقوم بتعويض إضافي للمستوردين حتى نحافظ على ثمن القمح اللين في مستوى معين يسمح بتوفير كل المشتقات نتاع الدقيق بالثمن المعمول به حاليا، وبطبيعة الحال الأثمنة نتاع الخبز وما يتبعها تبقى في ثمنها المتوازن. ستتبعها مجموعة من الإجراءات مستقبلا، كما قلت الهدف واحد هو أنه الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين. بالنسبة لواحد السؤال على يعني الأسعار اللي انخفضت، كنقولوا بأن هذه التقلبات ديال والتغيرات ديال الأسعار هي ظرفية وهي يعني عادية، من اللي كتمشي لواحد الفصل لواحد الفصل هي عادية، كتزاد واحد 5% ولا كتنقص 6% ولا هذا هي عادية. فمثلا الطماطم اليوم راه هابطة، الشعير راه ما موصل لهذا الثمن اللي كان فيه، الخضر كذلك عدة يعني أنواع من الخضر طالعة، كاين مثلا زيادة في العدس في هذه الأيامات ولكن هي ظرفية، هي غادي تمشي لانخفاض. الدجاج مثلا كذلك كان فيه واحد زيادة، ولكن راني فسرت بأنه السبب ديالو هو الإفلاس ديال يعني الانخفاض ديال الإنتاج ديال بعض الوحدات تحت تأثير ديال كوفيد. والآن المهنيين العمل مع الوزارة راه غادي كيخدموا باش غادي يرجع يعني الثمن في هذه الأسابيع المقبلة إن شاء الله المستوى ديالو. القضية ديال الارتفاع في سنة يعني ديال بالنسبة للزيت المائدة اللي قلت بأنه الارتفاع كان هذه واحد السنة، ما هذه ما يعنيش بأنها الوزارة ولا الحكومة ما غادي تشوفش هذا الموضوع، لا. كما قال السيد الوزير راه هذا يعني اللجنة البين وزارية راه هذه هي المهام ديالها، ولكن غير بغيت نقول
لان هذا الشيء اللي كنتكلموا عليه ديال الارتفاع ديال الاسعار راه ماشي ديال كله ديال هذا الاسبوع اللي داز ولا ديال هذا ولا منذ ما جاء الحكومه. هذا الشيء راه كان وحنا عارفينه وعارفين الاسباب ديالو والقدر يعني الجهد راه غادي الحكومه تخدم باش غادي يكون التقليص ديال يعني الانخفاض. ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.